I have the pleasure to introduce our colleague from Aden, Professor Mohammed Al-Saadi. Dr. Mohammed Al-Saadi, Professor of Cardiovascular Medicine, Aden University. هو عميد كلية الطب الألمانية العدنية. هو رئيس الهيد أوف أدن Preventive Hypertension Association. ودكتور محمد السعدي من الناس اللي قدروا يعملوا ريسيرش سنترز في عدن وجمعية كمان أو جامعة للريسيرش سنتر في عدن. دكتور محمد هيكلمنا النهاردة عن Evaluation of Risk Factors Associated with Hypertension in Young Subject. دكتور محمد تفضل. شكرا جزيلا أستاذي الدكتور سليمان غريب. أولا أنا بسم الله الرحمن الرحيم وأحب أن أشكر اللجنة المنظمة للمؤتمر ممثلة بجمعية الضغط المصرية خاصة الأساتذة الأفاضل الدكتور محسن، دكتور سليمان غريب، دكتور وفاء، دكتور عمر وجميع أعضاء المكتب التنفيذي، شكرا لكم. طبعا our topic today is associated with evaluation of risk factors with hypertension. During the past decades, hypertension among young aged 18 to 39 years has emerged as a serious medical issue. But not only as a serious medical issue, but also for big health problem in the society overall. The prevalence of hypertension among young adults aged 18 to 39 years is estimated to be from 4% to 9% worldwide. But in some countries, the prevalence is more than these various. Hypertension in young includes two age subgroups. The first is from 18 to 28. The second subgroup is from 29 to 40. طبعا الهايبرتنشن ديفرينشن ان يانج نفس الديفرينشن اللي بنستخدمه في الادلت بيشنت. امبورتنس اوف ذا ايشو، الامبورتنس اوف ذيس ايشو ينطلق من 3 فاكتس. الاول انه نعاني من لو هايبرتنشن او رينس ان يانج كومبيرد تو اولدر. اليانج بيشنت يعني يعني ما عندهمش اي اوير، ما عندهمش اي انه هذا المرض اللي يعانوا منه هو عبارة عن مرض مهم ولازم يكون في كنترول، لازم يكون في روجين. دي مشكلة خطيرة جدا. في اليمن عندنا مشكلة مثلا في عدن، الشباب اللي تعرفوا عندنا موضوع القات اللي هو عبارة عن انفيتامين لاك سبستنس، وبالتالي عامل من عوامل ارتفاع ضغط الدم في اليمن. إذا كانت نسبة تعاطي القات مثلا في اليمن حوالي عند الشباب، إذا كانت في المجتمع أكثر من 70% صارت، عند الشباب حوالي من 55 ل 60%. نص هؤلاء عندهم هايبرتنشن، نص الشباب اللي عندهم، يعني تصوروا كم هو هذا البروبليم بيج بالنسبة لليمن، يعني بتعرفوا مشكلة القات يعني مش زي ما أي مخدر كذا ممنوع أو لو طبعا تعرفوا الانفيتامين لايك سبستنس بكل العالم عاملة مشاكل بالضغط، رغم انه هذه مشكلة مش مثارة جيدا. يعني افغانستان مثلا وكردستان ايران عندهم الحشيش كثير منتشر، وبالتالي نسبة الضغط كبيرة جدا. يعني بكردستان نسبة الضغط كمان اكتشفت انه 50% بين الشباب، يعني نص الشباب مرضى. يعني هذه النسبة اللي هي قليل باوروبا والمناطق الثانية. طبعا اذا الامبورتنس انطلق موضوع انه لو هايبرتنشن اويرنس. الهايبرتنشن بيجينز ات ايرلي ايج، وثالثا اليانج ادلتس ويز هايبرتنشن ار ات انكريز ريسك اوف كارديوفاسكولار ايفنتس كومبيرد تو ذوز ويزاوت هايبرتنشن. يعني واحد شاب عمره 30 سنه متعاطي قات وبدا عنده الضغط، اكتشف انه كثيرين منهم مثل من هؤلاء الشباب عاملين عندنا يبداوا يعملوا مثلا نانو اوبستركتيف ميوكاردي انفارشن. ها تصوروا عمره 30 سنه لانه هو مخزن من قبل الانست اوف هايبرتنشن مرتبط بالانست اوف
كاتيوز، وهذا مهم جدا. ما هي التحديات اللي تواجه الكنترول للضغط عند الشباب؟ اهم التحديات ممكن نلخصها في 3 فاكتس. اولا الفيزيشن يرسيا اللي هو ديفايند از ذا انيبيليتي تو كنترول تريتمنت وتوصل للتارجت بلد بريشر. اثنين بيشنت ريزيستنس، المرضى يقاوموا العلاج، رافضين يتعالجوا ومش واعيين اصلا للمشكله. ثالثا لو كومبلينس. المشكله الثانيه اللي نواجهها في بالموضوع الهايبرتنشن يانج هو البري هايبرتنشن. البري هايبرتنشن از موست كومن ان يانج بيشنتس. بري هايبرتنشن ويش از مور كومن ان يانج بيبل وذ ذن فول براون هايبرتنشن is a major antecedent for developing hypertension and cardiovascular disease later in life and when diagnosed early it may be decreased although not always effectively by lifestyle adjustment. Hypertension screening, هذا موضوع مهم. Screening is an essential tool. ويجب أن نرسخه في الوسط الطبي قبل أن نقتنع فيه قبل نثيره خاصة في مؤتمرات الهايبرتنشن. Screening is an essential tool because hypertension may be prevented by reduction of risk factors. الابيدمولوجي معنا 3 الابيدمولوجي 3 نقدر نقول ميجر اليمنتس. الاولى هو الاورنس ريت، كم نسبه المرضى اللي واعيين. هذا صار مصطلح وصار مفهوم يناقش في موضوع الهايبرتنشن يعني. كم نسبه اللي واعيين انه عندهم ضغط، اذا كم نسبه بعدين اللي تعالجوا، وبعدين كم نسبة الكنترول. طبعا لما نشوف احصائيات مثلا هذه الاحصائيه تحتوي على كثير من بلدان العالم من مختلف القارات، معنا يو اس اي، معنا كوريا، معنا جابان، اليابان، معنا الصين، ومعنا الجريس، معنا غانا، يعني من دول مختلفه في قارات مختلفه. نلاحظ انه نسبه الاويرنس والتريتمنت والكنترول عند الشباب اقل يعني اكثر من 4 إلى 5 مرات مقارنة بالكبار بكل الدول هذه مهما كانت متقدمة أو متخلفة. يعني أنا لاحظت الصين مثلا نسبة كبيرة جدا عندهم يعني low rate of awareness. تصور مجتمع زي ما الصين مهتم بكل حاجة، لكن هنا معهم طبعا هم ظهور البيانات لما يبدأوا يفكروا الموضوع. أكيد عندهم برامج لمكافحة الضغط عند الشباب. risk factors of hypertension معنا major risk factors اللي هو diet هاي انسولت سبستنس ابيوز. هنا المهم سبستنس ابيوز، الموضوع صار مهم اللي هو سموكينج، الكحول، اليسيت دراكس اللي هو الامفيتامين، الامفيتامين لايك سبستنس، الكوكايين، المرجوانا، وما يسمى ميت امفيتامين، هذا كمان منتشر تعرفوا عندنا بالشرق الاوسط خاصه بالخليج العربي والسعوديه في مصانع سريه تحول هذه الحبوب الى الشباب يستخدموها. نحن في اليمن مش محتاجين المخدرات عندنا القات اللي هو عباره عن ايش؟ عباره عن امفيتامين لايك سبستنس في ماده الكاثينون يعني قاتينون وكاثين. دي المادتين عباره عن يعني مواد تشبه الامفيتامين بس هم 4 مرات اقل منه فعاليه. هذا الريسك فاكتورز. طبعا معنا الاوفر ويت، معنا البي ام اي لما يكون اكثر من 30 كيلوغرام بير متر بالكوادرات متر، معنا الفاميلي هيستوري، معنا الميتابوليك سيندروم والدي ام. هذا الريسك فاكتورز ويست تو هيب ريشيو، سنترال اوبيسيتي، هاي كوليسترول، سوشيو ايكونوميك ستاتوس، لاك اوف اديوكيشن، الظروف الاجتماعيه، الاميه سبب مهم من اسباب الاميه بين الشباب، سبب مهم من اسباب انتشار الضغط عند الشباب. طبعا بالنسبه للميجر ريسك فاكتورز كلنا عارفينها انه السولت يعني اذا كان اكثر من 10 جرام. طبعا السولت مرتبط كمان بالعادات الغذائيه للمجتمعات، مثلا في الصين والهند منتشر كثير عندهم بسبب استخدام الملح. عندنا مثلا في عدن نستخدم دائما وجبات فيها ملح وبهارات كثير وبشكل جنوني. يعني الفاست فود اللي انتشرت صارت تختلط مع الوصفات اللوكل، وبالتالي يعني اجتمع كل مساواه انه نبتعد عن الحميه الغذائيه الصحيحه. الكحول كونسومشن، توباكو اند سموكينج زي ما اشرت اول انه امنج ادلتس ذا موست نوتيبل مودرن دي ريسك فاكتورز ار الكحول، سيجريتس اند سموكينج،
these risk factors have been revealed to be more responsible for the development of hypertension in young. التوباكو منتشر في جنوب آسيا مش بس السموكينج وإنما كمان الشوينج للتوباكو خاصة بنجلاديش والهند وعندهم الضغط مرتفع جدا عند الشباب family history sex literacy الأمية social economic status hypertension mediated cardiovascular events قلنا hypertension is an important cardiovascular risk factor even in young adults recently the association between هذا الكلام مهم between office blood pressure levels and major cardiovascular events تم يعني evaluation لهم متابعتهم حوالي 98 ألف مريض لمدة لمدة حوالي من 5 إلى 10 سنين بالمتوسط 9.5 سنين اكتشفوا إنه 5% من هؤلاء الشباب عملوا 5% هذا طبعا في ظروف الاورنس وظروف عدم الاعتراف يعني دي نسبة طلعت كبيرة 5% طلع انه عندهم عندهم كاردياك ايفنتس الايج ات اونست هذا المصطلح مهم جدا ايج ات اونست اوف هايبرتنشن ايو هذا معناه انه اولا طبعا الونجر هايبرتنشن موربيديتي دوريشن ليدز تو ا هاير لايف تايم ريسك اوف هايبرتنشن ميديتد اورجان ديميج The onset of hypertension before the age of 35 years was significantly associated with increased risk of left ventricular hypertrophy, coronary calcification, and gastric dysfunction. إذن معناته المرضى اللي كان عندهم معناه المرضى اللي كان عندهم ارتفاع ضغط الدم يعني اللي كان عندهم بدأ ارتفاع ضغط الدم قبل سن 35 مقارنة باللي سن 45 كانت نسبة حدوث هذا كبيرة جدا عندهم نسبة الكارديوفاسكولار ايفنتس مثل ما قلنا في اليمن برضو الشباب اللي ياخذوا اللي تعاطوا عقارقات هؤلاء الشباب معرضين اللي تعاطوا قبل سن 18 50% منهم اصابوا من ميوكاردال انفاركشن واكثر شيء في البدايه يكون انا مستكتف معي conclusions طبعا الوقت متاخر بنركز على اهم الاشياء conclusions hypertension among young patient من 18 الى 40 سنه is very important medical issue requiring attention from the medical authorities it is associated with adverse cardiovascular events compared to those without hypertension main risk factors قلناها رابعا control of hypertension requires improvement of awareness rate and treatment rate بدون الامبروفمنت الاورنس ريت لا يمكن ان نكافح الضغط عند الشباب شكرا جزيلا شكرا دكتور محمد شكرا على البرزنتيشن تنقلتنا لليمن ويمكن دكتور محمد النعمي لو كان وزير الصحه كنت المشرفين على الرساله بتاعته واثبت ان القات بيعمل كارديوميوباثي وعلي عبد الله صالح منع نحن نبابلش البيبر دي أنا لما كنت في عدن كنت في صنعاء كانوا في الظهر بيخزنوا هم عادين أما في عدن تمشي الصبح تلاقيه الظهر نفس الكلام بالليل نفس الكلام للأسف هم بور بيشن بور كانتري سيرهم دولة شوف النازحين من الحرب من المناطق المختلفة لأنه تقاليد عدن القات عندهم طقوس يخزنوا بعد الساعة 4 اللي يأخذوا القات ده بقى في عدن يعني بعدها. يعني لو كنا رحنا الساعه 4 يبقى ده عدني ايوه لو قبل الساعه 4 ده مش قسم الساعه 4 بسرعه طبعا كلنا اخوان بس طبعا شكرا دكتور فتحي بي عايز يتفضل انا يعني اكرر ترحيب الدكتور سليمان بحضرتك بيننا هنا في مصر يعني وانا كان لي الفرصه ان انا ازور كليه طب مختلفه في اليمن وزرت في الجنوب كليه الطب اللي في المقلة وكان لنا يعني شرف المشاركه في انشاء هذه الكليه يعني السؤال اللي انا عاوز اساله لحضرتك يعني why it is common طبعا احنا بنحاول نربط ايضا بين الوايد ديستريبيوشن اوف ذا القات عندكم هناك وايضا بحكايه الهايبرتنشن هل ده
ريليتس للكونستيتيوانت بتاع القات نفسه ولا ريليتس للإفكت بتاعه؟ لأن احنا اللي لاحظنا من الزيارات المتكررة ان it's a very relaxing substance، تخلي الناس بعد ما بياخدوا القات قاعدين وما بيقوموش، وحتى تروح المحل الراجل مش عاوز يقوم يبيع لك والحاجات. فهل ده ريليتس لللاك اوف فيزيكال اكسرسايز امونج ذا يونج جينيريشن، وبالتالي طبعا ده وان اوف ذا امبورتنت ريسك فاكتور في الهايبرتنشن؟ شكرا دكتور. طبعا الجواب يا دكتور انه تقدر تقول بوث ميكانيزمز اللي اتكلمت عنهم. القات يحتوي على امفيتامين لاك سبستنس اللي هو الكاثيرون، مثل الامفيتامين. تعرفوا الامفيتامين برضو عامل مهم لرفع الضغط، لانه يعمل عباره عن ايش؟ عباره عن فازو كونستركشر. الكاثين يعمل فازو كونستركشر عباره عن سترونج اللي موجود بالقات، واحد كاثيرون اللي يعمل تاكيكارديا، والثاني يعمل يرفع السيستوليك بلد بريشر. قلت لكم نص المتعاطين للقات عندهم هايبرتنشن ومش معترفين فيه. وكيف يعملوا؟ لما يروحوا يتعاطوا قات ياخذوا لحالهم، عارفوا انه ممكن ياخذوا حبه كونكور، يقول لك هاخذ حبه كونكور مع حبه قات. يعني وصلنا الى هذا الـ يعني المريض صار فاهم قضيته بس مش معترف انه مرض، فقط لما هو يقرر يعني. فطبعا اذا السبب الاول هو من بسبب احتواء القات على ماده الامفيتامين اللي بتعمل فازو كونتراكشن. السبب الثاني انه المريض يكون عنده فاميلي هيستوري اوف هايبرتنشن، ويجي القات والمواد الاخرى والتدخين. تعرفوا اللي يدخن، اللي ياخذ قات يدخن، فيجي القات والتدخين عاملين، وبعض الاحيان بعد القات ياخذ كحول. دي مشاكل يعني. ليش انا مركز على كذا بهذا الشكل؟ لانه عندنا مشاكل ابيدمولوجيه، يعني كانه امام وباء وليس امام يعني كورونا بين قوسين مجتمعيه. شكرا، شكرا لك محمد، شكرا لك. We have to close this session. Thank you very much for speaker.